عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر فيديو على اليوتيوب لأخ الله يصلح حاله، يعني إذا عنده الخبرة في العسل ممكن يكون عنده خبرة، بس نطبق هاي النظرية اللي تكلم عنها في وضع نقطة صغيرة في كل صحن، ومن ثم إضافة الماء وبشكل دائري يحرك الماء على نقطة العسل، فبيظهر شكل اللي هو كيف الخلية النحل اللي هو بسموه سداسي. فإحنا بدنا نجرب هاي الطريقة، هذا عسل من الأسواق، هذا عسل من مزرعة، وهذا سكر اللي هو بسموه الذرة، وهذا عسل حضرمي ما بنعمل دعاية له، بس هذا جبلي طبعا جامد، مو مثل العسل الآخر، شمعه رائحته وطعمه مختلف تماما، مو سهل يدوب. أول شيء الله تعالى ذكر في القرآن الكريم أنه أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طبعا أمر الله أن تأكل من الشجر اللي هو الرحيق اللي زي ما درسونا في المدارس وبتحول إلى عسل. طبعا شو قال رب العالمين؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. الشراب هل هو سائل أم لزج، أو هل يكون درجته مثلا مثل المواد الثقيلة مثل هذا جدا، يعني ما يطيح. فإذا شفت بعض العوام الناس أو اللي بعيشوا على طريقة الطبيعة أو غير كيماوي وعنده شجر ومزارع وبيطلع على الجبال بالبر أو على الأحراش في آسيا، بيقص لك الشمع بينزل شراب سائل سريع، فهنا هذا كله مش عسل، في منه عسل. فأنا الفيديو ده مش لأعلم الناس انه تشتري عسل صح ولا لا، حنحط زي ما سوى الاخ بالضبط نقطة صغيرة من هذا السكر اللي معمول على شكل عسل، هذا سكر سيرب وهذا عسل المزارع، نحط نقطة وراح نحط عسل، هذا ما راح نحطه لأنه حيقعد 4 أيام لا يذوب، مش حيذوب، هذا بده هلك لا يفتحه. طبعا أنا حاخذ نقطة حتى لا نهدر العسل، تمام. ثم طبعا تحاول إنك تفرده في الصحن على أساس يذوب بسرعة، يعني تنزله بشكل سريع، يعني ينفرد في الصحن كذا، وهذه نفس الشيء. أو نجيب معلقة صغيرة ونريح راسنا، ليش أختصر الوقت اللي يكون. هيقول لك واحد لا أنت مسحت في هذه ومسحت في هذه، بس افردوا عشان لما أنت تغسل نزيد عليها حبة عشان ما يقول لكش أنت رسمت عليه، مش حنرسم، بس عاوز انا افرده. لانه نوع الثقيل مش حيفرد، عشان يطلع في الفيديو هنشوف. طبعا نجيب لك ماء عادي،
بتحط كمية تطفو على الوجه، تطفو على الوجه هنا وتطفو على الوجه هنا. هذا اختفت، بطلت تبان لأنها أصلا شفافة. طبعا بدي تلاحظوا انه ما في الرسمة مثل ما طلعها الأخ. حنبدأ في أول واحد اللي هو العسل، حتعمل دائري هيك، تحرك الموية تحرك تحرك، حيصير يطلع معاك شكل نفس الرسمة مثلا اللي بنشوفها في العلب، لكن هذا أو قريب منها. هذا لا يعني إنه عسل، فهذا سبب المقطع أطلنا عليكم. جربتها في السكر العادي أعطت نفس الشكل ونفس النتائج وما أفرقت شيء. ومفروض حطينا في صحن أكبر أسهل للناس تشوف، ما تغير شيء عليه. هذا نجرب على هذا هنا، بلش يعطي زي خطوط اذا ملاحظين. حظل تستمر انت كده دقيقة او اكثر لغاية ما يطلع اشكال. احنا بس نثبت للاخ انه الطريقة تبعك ما بتنفع لا للعسل ولا لاي شيء. هذه يعني صدفت معك، شفتوا كيف الاشكال بلشت تصير على شكل خماسي سداسي مربع. هذه التشكيل نفس ما طلع مع الأخ، جربناه على السكر العادي. بدي أجيب صحن أكبر عشان تبان. هذه زي الحزوز صغيرة، وهذا نرجع نكمل عليه. في زي خفيف نفس الشيء، لكن هذا لأنه شفاف ما أدري إذا مبين معاكم نقطة في الداخل. الحين أنا أحاول أشوف صحن أوضح. صحن التجارب أنا مسمينه. هذه نقطة كبيرة خليها تبان، نحط عليها موية جزء بسيط بس، شكلي أنا كثرت موية. فبيضرب الواحد كذا بلف الموية، خليها تطلع على سطح الماء بس. هذا هي الفكرة. شفت يا أخي كريم فرج، شاف الحزوز نفس الحزوز اللي بتطلع فيه إيش في العسل. هاي الخيال الكاميرا بس عشان ما يبين في الصورة. شايفين كيف تشققات؟ يعني تجربتك الله يصلح حالك ما لها دخل في العسل. والسلام ختام.